الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه أجمعين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأخوة، أيتها الأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. نوهنا في الأسبوع الماضي عن أننا مقبلون على موسم عبادي يعتبر فرصة، وبمقتضى اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. فهذه الأجواء التي إن شاء الله تعالى سيوفق لها الجميع قد تأتي ساعة من الساعات أو وقت من الأوقات، زمن من الأزمنة ما نوفق له، قد نحن غير موجودين. ولهذا أقول اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب. واضح جدا أن الموضوع الذي أحببت أن أسلط الضوء عليه هو مكانة اليتيم في الإسلام. هذا الموضوع تحدثنا عنه كثيرا، واليوم تقتضي الضرورة أن نؤكد مرة أخرى على الاهتمام بهذه الشريحة التي إلى الآن نلمس أنها لم تحظى بالرعاية الكاملة، والتي تنهض إلى مستوى الطموح للأسف الشديد. اليتامى والأيتام بتعبير آخر، يعني نجد هناك شريحة منهم كبيرة مشردون، مشردين بالأزقة والشوارع سعيا وراء لقمة الخبز، يكون يحصلون لقمة الخبز، وهذه اللقمة التي قد يحصل عليها هذا اليتيم، لكن بأي أسلوب وبأية كيفية؟ بعزة، بكرامة، بما يتوافق مع وصايا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، التي سوف يعني أشير إلى بعض منها خلال موضوعنا لهذا اليوم، والذي سيقع وفق ثلاثة محاور، كل محور يعني كل محور من هذه المحاور خلنا نتحدث عنه بما لا يزيد على 10 دقائق، حتى نستطيع أن نلملم الموضوع. فإذا شفنا أن الآية الشريفة أو الآيات: ألم يجدك يتيما فآوى،
فيها إشارة إلى الإيواء، ضرورة الإيواء، أن اليتيم ليس من الصحيح أن يبقى مشرداً بلا مأوى، وأن المأوى ضرورة قصوى لليتيم. فمن هو المسؤول؟ سؤال نطرحه، نقول من هو المسؤول؟ وهل هناك معالجات؟ هناك دراسات واقعية لمعالجة هذه أو ظروف هذه الشريحة حتى نمتثل طبعا أنا راح أتعرض إلى بعض الآيات الشريفة أو الأحاديث التي تركز على مكانة، جزاك الله خير، على مكانة اليتيم واهتمام الشريعة باليتامى. خلينا نشوف مثلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، بعد قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هذا واحد. اثنين: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. منها أيضا: فلا تغبوا أفواههم، لاحظ، ولا يضيعوا بحضرتكم، في وصية أمير المؤمنين عليه السلام، عادي عادي جدا، عادي خليه براحتهم. نعم. فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، لاحظ، بعض الشراح يقول أنه لا تغبوا يعني لا يجوعوا يوم، تعطوهم يوم وتمنعوهم يوم، هاي مسؤولية، لا يجوع اليتيم. بعد، من قبيل الاهتمام أيضا بهذه الشريحة أن جاء عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: من عال يتيما حتى يستغني، لاحظ، يعني هذا حديث جدا ممتع وخطير في نفس الوقت. من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة، كما أوجب لآكل مال اليتيم النار، يعني أكو مقابلة، أكو مقابلة، كما أن الذي يقوم بإعالة اليتيم الله تعالى كتب على نفسه أن يدخله الجنة، بنفس الوقت كتب على نفسه أن يدخل آكل مال اليتيم النار. كذلك
من عال ثلاثة أيتام. لاحظوا إخواني، هذا طبعا أحاديث أهل البيت أحاديث ممتعة واقعا، لأنها بها عمق، بها بلاغة، مو تجيك الواحد يجيب له في الحديث يعني من ظاهره لما تذوق للحديث حتى ما تتعب نفسك وتروح إلى أن تبحث في السند أو المتن تفهم أن هذا الحديث هو حديث ضعيف ركيك أصلا مو صادر عن المعصوم. وأكو لا، أكو أحاديث بها بلاغة تشعر بطعم بنكهة. من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراح شاهرا سيفه في سبيل الله، وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كما أن هاتين أختان. الشراح يقولون وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. بعض البعض ما يقبل كلمة السبابة، السبابة يعني شوية زحمة، يقولون العرب كانت إذا تريد تشتملها واحد كذا يعني تأشر عليه بهذا الأصبع، فما كان من النبي الأعظم أن يكون سبابا حتى يقول أشار بسبابته، لا، بعضهم يستبدلها بكلمة لطيفة جدا يقول فأشار بالمسبحة، يعني بالأصبع الذي يسبح به، تخريجة جيدة حلوة لا بأس بها. إذن مكانة اليتيم في الإسلام مكانة واضحة، ما تحتاج إلى واحد يجي ويتعب نفسه، ويعني لا سيما ذوي الاختصاص اليوم، وحتى أصحاب القرار هم ناس مثقفون وأصحاب دين وينتمون إلى مذاهب وينتمون إلى مدارس مذهبية، وكتابهم القرآن، قبلتهم الإسلام، فهذا لا يخفى عليهم، بالعكس هذا يحملهم مسؤولية، يعني مسؤولية مضاعفة. لماذا؟ لأنك مسلم وأنك مسؤول راعي، واليتيم لازم الترافيك لايت، فشنو جوابك؟ ماذا تقول؟ شنو جوابك عند الله تعالى؟ نعم. إذن خلنا نجي نشوف شنو الآثار التي ممكن نرتبها نستفيدها إذا ما إجينا إحنا واهتمينا بهذه الشريحة وتكفلنا البعض كل بحسب طاقته. الشتاء جاي يشوفوا العوز مثلا، أزمة الكهرباء، الفقر وهكذا، فشنو تكليفنا كمسلمين على طول السنة؟ وأكدت قلت أنا، وحصرا في هذه الأشهر الثلاثة، شهر رجب وشهر شعبان المعظم وشهر رمضان الكريم، هذا سوق ربح فيه قوم وخسر آخرون، هذا سوق. ولذا جاي نأكد إحنا هاي المحاضرة الثانية نأكد على هذا المعنى. من الآثار تقدم في طي الحديث أنا وكافل اليتيم كهاتين. وين أنا وهو؟ في الجنة، في الجنة. هذا ما يدفع الإنسان إلى أن يعرض عن الدنيا. وشنو يعني تباشر؟ شنو تأخذ وياك؟ شنو اللي يأخذ الإنسان؟ لا يبقى مع الإنسان في قبره إلا عمله. تخير خليطا
من فعالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يعمل، ولن ينفع الإنسان من بعد موته إلى قبره إلا الذي كان يفعل، ألا أنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا عندهم ثم يرحل. كل ترحل، هذا الكلام اللي اليوم احنا نلزم أنفسنا به أولا ونبين للناس. أيضا إخوتي، النبي الأعظم يجي أحدهم يشتكي قسوة القلب، يشتكي قسوة القلب، فالنبي الأعظم يدلي على علاج. اسمعوا، يدلي على علاج، يقول له قلبك قاسي، أنت ما عندك رحمة لا مع عائلتك لا مع أبنائك لا مع جيرانك لا مع مثلا أقرانك، وهكذا عندك قسوة حتى في صلاتك، ما عندك خشوع، ما عندك إقبال على الله تعالى، ما هو العلاج يا رسول الله؟ قال، لاحظ، أوصاه بالمسح على رأس اليتيم وإطعام المسكين. اسمعوا، أنا أجي أشتكي قسوة القلب، يروح يقول لي النبي روح امسح على رأس اليتيم، شنو علاقة هاي بهاي؟ أكو أثر وضعي، آثار تترتب. مثلا لاحظ، من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله، قرب إلى الله تعالى، مو مجاملة مو رياء، لا، لله تعالى، كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات، مو حسنة، حسنات. شقد الحسنات؟ ما أدري، جمع 13، حسنة هم في 10، قد تكون 30 حسنة، فيحصل 300 حسنة، وهذا نحتاجه احنا في يوم ما راح نقف بين يدي الله تعالى، كون ميزان الحسنات يكون ثقيل مو خفيف، تحتاجه انا وانت، نحتاج، منو ما عنده يعني ذنوب؟ هسه الذنب كبير صغير، ذنوب موجودة، ما دام الإنسان اللي مثلي ومثلك ما معصوم، وإن كان يعني ممكن أن الإنسان يسعى كما أيضا أشرت في المحاضرة السابقة أن يجهد نفسه ويعني يهذب نفسه لدرجة صير عنده ملكة، يكتسب ملكة يمتنع من ارتكاب المعاصي، ممكن صير ولي من الأولياء، صالح من الصالحين، ممكن. لكن نحتاج، كذب، غيبة، نميمة، من حيث يشعر من حيث لا يشعر، سكوت، مرات يسكت على الباطل، يسكت على المنكر، يحتاج. فش يحتاج؟ يحتاج حسنات. منين نجيب الحسنات؟ يقول أمرر بيدك على رأس اليتيم بشرط أن يكون هذا المرور والإمرار قرب إلى الله تعالى، هاي راح تكون يدك إذا مرت على كل شعرة من رأس ذلك اليتيم تحصل بها على حسنات. حسنات، ما قال حسنة، حسنات. شقد الحسنات؟ 100، اضرب الحسنة في 10، وهكذا. زين، لاحظ أيضا أن الاهتمام بهذه الشريحة، بعض الكتاب والمحققين يقولون هذا إنما يدل على الطبع السليم، القلب السليم، الفطرة السليمة، مو أي واحد ينكسر قلبه على اليتيم، مو أي واحد. وكذلك
الله جل وعلا في كتابه يبين قضية على أنه لو أن الإنسان عند ذرية أطفال ويخشى الموت ويحسب حساب على أن ذولي خسرون في معرض الضياع، يقول خلي يكفل اليتيم في حياته. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تقوى الله، تقوى الله حصانة يأمن لك حياتك في الدنيا ويأمن لك العقب من بعدك أن يعيشوا بأمان وبعزة وبكرامة، وأيضا يعبد لك الطريق إلى الجنة. ما بها شك، ماكو إشكال، أنا وأنت نعتقد بأن النبي المصطفى الصادق الأمين، لولا ماكو اثنين يختلفون على هذا. نعتقد بأن النبي الأعظم ما ينطق عن الهوى، نعتقد أو لا نعتقد؟ زين، هو يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، وين يا رسول الله؟ قال في الجنة، في الجنة. أنت مو تريد الجنة؟ هاي دقنا ولطمنا وهوستنا وهذا تعبنا وهاي تضحيتنا وهاي الدماء وهاي الشهداء اللي جاي ننطيها عن أي شيء، ندافع عن مبادئنا ومقدساتنا وعن شعائرنا وعن أئمتنا وعن التوحيد وعن النبوة وعن المعاد وعن عقائدنا حتى نحظى برضا الله ورضا رسوله وندخل الجنة. رسول الله يقول لك أنا راح أقصر لك الطريق، ذنيك احتفظ به ما يخالف، ولكن أنت في ظرف أكو شريحة أن وشريحة جائعة وشريحة هناك تقصير بحقها، انتفضوا يا ذوي الأموال أيها الأعزاء أيها التجار أهل الخير، انتفضوا، روحوا شوفوا ايش محتاج هذا اليتيم. من خلال التجربة أيضا مع اعتزازنا وتقديرنا للذين يعني يبذلون، البذل لا يكون من مما هو الرديء اللي باقي بالمخزن اللي فايت عليها أعوام اللي ما أكلته وما أخذته الرطوبة، تيجي تطلع تقول ودوا للي، لا لا لا، من أعز أموالك. زين، ممكن أيضا بأقل من 10 دقائق نشوف شنو عندنا من وصايا بهذا الاتجاه، يعني من خلال المتابعة من خلال الاستقراء لهذه الأوضاع. طبعا أنت من تريد تسوي استقراء مو تجي تأخذ عينة في كربلاء مثلا، صح لو لا؟ أنت ممكن تأخذ عينة أو تجي إلى كربلاء وبعدين تطلع إلى ذي قار ثم تطلع إلى بغداد ثم تطلع إلى الأنبار ثم ترجع إلى البصرة، وهكذا صير عندك حصيلة. هاي الحصيلة علميا أكاديميا أيضا تقدر ترتب عليها آثار وتطلع بنتائج. طبعا ممكن تعقد ندوات، ممكن تستضيف أهل الخبرة وتجي السولف تقول تعالوا يابا عندنا احنا المؤشرات التالية، هذه شنو سببها؟ وين السبب؟ الخلل وين؟ وما هو العلاج؟ شنو العلاج؟ اكو معوقات لو لا؟ مو هذا الكلام المنطقي لو لا؟ هذا كلام علمي لو لا؟ احنا مو نجي بس صفط سوالف، حكي هواي حكينا، منابرنا ما شاء الله، خطباءنا ما شاء الله، الآلاف المؤلفة اللي تقعد تحت المنبر واللي بعد الشاشة، نريد قبض، قبض. لا تتراكم الأخطاء
تتراكم تتراكم، وبعدين ينفلت الوضع وينفجر الشارع والهتافات والشعارات. وشنو القبض؟ القبض شنو حتى صارت الهتافات والشعارات والاعتصامات والتظاهرات حالة طبيعية مألوفة في وقت ما كان الدول تخشى، صار بعد أمر طبيعي. خلي يطلعون، خلي يهوسون، خلي يحجون شوية، شايتين ثلاثة بيان إعلامي كذا، كل من يرجع لبيتهم. مو هالشكل، لا. أولا أهداف أشخصها، شعارات أحددها، أشخص المعوقات، أشخص الأسباب، وأعطي العلاج الممكن. ولذا أنا أشوف أولا لا بد من التأكيد على مراعاة الجانب النفسي، وهي مسؤولية الجميع، هاي شريحة وهذا مسؤولين من عنده، وهذا إذا تأثر نفسيا راح يصير عنصر سلبي بالمجتمع. مراعاة الجانب النفسي، ولا بد من تقنين قوانين صارمة تكفل حقوق كل اليتامى، كل الأيتام. ابن بلد هذا بعد مو ابن أليف وذاك ابن باء، يتيم، تكليف الشرعي اتجاه هذا اليتيم. لابد من قوانين صارمة تكفل حق اليتيم، لا يبقى اليتيم ضائع. نعم. وكذلك لابد من توفير، طبعا واحد راح يجي يقول لي فد شوية، يدق علي تليفون شيخنا اكو دور، لا، لابد من توفير دور خاصة لرعاية الأيتام وإيوائهم، الدور بالمستوى المطلوب، وتؤهل ويقام بواجبهم على أكمل وجه ولو بهالمقدار. نحقق، نجي نبحث مشاكلهم ونجي نجمعهم، نجي نسوي لنا في الدائرة معينة، ونجي أيضا إحنا تكليفنا نعرفه، ومن خلال يعني مؤسساتنا، ومن خلال العتبات، ومن خلال المرجعية، ومن خلال وكلاء المراجع، إحنا عندنا مساحة جيدة جدا إن لم تكن بمستوى الامتياز. ومو وقت أجي أحكي على المنبر حتى لا يقال هذا بوق وجاي يحكي ولسان، عندنا هاي مؤسساتنا وهذا وضعنا، لكن نحتاج إلى تكافل وتضامن الجميع من أجل إنقاذ هذه الشريحة المظلومة. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وأن يتقبل أعمالنا وأعمالكم، وأن يمن على الشهداء وجميع الموتى بالمغفرة والرحمة والرضوان. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. اللهم اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.